لكم أن نطلب لكم بالحب والمشاعر والاحترام. البرج ارتبط ارتباطا وثيقا باليمن وبحضارتها وإلى العالم. إذا مرة أخرى أرحب بكم فراشات هذا اليوم لنلتقي الجميع. إنما هو طلب وبالتالي خاصا وحرا بالدكتور عبد القوي المخلافي. مكتب الثقافة يحتفي به للمرة التالية لنخبر الجميع أن هذا الذهب الذي أهملناه يجب أن يستعيد رونقه وبريقه، ويجب أن يرفد الاقتصاد. هذا البن هو مصدر مهم لرفد الاقتصاد، رسالة جميلة جدا عن هذا الوطن الجميل الذي يتشظى بالحرب ونغتاله كل يوم بعنجهياتنا وبصراعاتنا وبأحقادنا. نمتلك هذا الغنى لكننا لا نحسن استخدامه ولا نحسن استثماره. اليوم هو تذكير بأن لدينا هذا الشيء الأغلى في وطن غال، لكننا نرخصه بكل المشاكل التي نذهب إليها.